بطبيعة الحال يمر الإنسان في مراحل كثير ممكن تكون مؤثرة إما بالإيجاب أو بالسلب، لكن كيف الإنسان ممكن يحقق التوازن النفسي أو الثبات النفسي؟ هذا اللي راح نتكلم فيه مع ضيفتنا في الاستديو، مع الأخصائية النفسية هناء الحكمي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. ما بين هذه المرادفات، الثبات النفسي، التوازن النفسي، الصلابة النفسية، إيش معناتها؟ احنا لما نحكي عن التوازن النفسي احنا نحكي عن نقطة جدا مهمة يحتاجها الفرد في حياته. فلما نقول ايش يعني توازن نفسي، هو لو نتخيل مع بعض اننا نضيف مثلا بعض الالوان، فنقول مثلا عندي احمر، عندي اصفر، عندي اخضر، ونشوفهم مع بعض حنلقى انه هما مزعجين للعين، ما حققوا لنا رؤية مريحة او رؤية متوازنة. نفس الشيء عند الانسان، ثلاثة جوانب لازم يعتني فيهم عشان يحقق هذا التوازن، وهي سلوكياته، أفكاره، ومشاعره. في حال وجود خلل في هذه الجوانب أو أحدهما، حنلقى أنه هذا الإنسان مو طبيعي. ممكن تكون سلوكياته هادية بس مشاعره غضبانة، ممكن تكون مشاعره هادية بس أفكاره مش متزنة في جانب آخر عن السلوك. ممكن يلقى الأفكار متزنة والشعور متزن بس السلوكيات سلبية، وهذا الشيء بطبيعته ملاحظ. يعني مستحيل نشوف إنسان عنده خلل في واحد من هذه الثلاث جوانب وما ننتبه. فعشان نحقق التوازن احنا لازم نشتغل على هذه الثلاث جوانب. نعم أستاذة هناء، نبي نعرف إيش الفرق، أو هل التوازن النفسي هو نفس التصالح مع الذات، أو إيش الفرق بينهم؟ ممتاز. التوازن النفسي زي ما قلت أنا قبل شوي، هو أنه يكون الثلاث الجوانب هذه فيها تلاؤم، فيها توازن. يعني أنا لما أطلع ألاقي هذا الإنسان كذا البكج الثلاثي حقه هذا ممتاز، حلو، متوازن مع بعض، حلو. هذا توازن، حلو. في أي مرحلة عمرية كان، ممكن يكون أنا عمري مثلا نقول 19، فأنا في هذه المرحلة العمرية أكون متوازنة أفكاري مع مشاعري مع سلوكياتي. في مرحلة معينة ثانية إلى ذلك، طيب ممكن أجي أقارن بين بنتين أو شخصين يكون هذا عنده توازن فكري وشعوري وسلوكي وكلاهم في عمر 25، اتفقنا؟ حنلاقي مثلا أنه كلاهم متوازن على المرحلة العمرية، لكن واحد مثلا نضجه أكبر فسلوكياته أفضل فمشاعره أفضل. هذا توازن ما له علاقة بأنه العمر، يعني نقول والله عشان عمره كذا ليش هذا ما يشبه هذا. طيب بينما التصالح هو قيمة أعلى من التوازن. التصالح هو قيمة أعلى ويجي في أي مرحلة عمرية، يعني مو شرط يكون مثلا في مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة. أكيد كل ما زاد الوعي كل ما فهمنا قيمة التصالح بشكل أكبر. فالتصالح مع النفس هو قيمة أعلى، يعني أنا مهما كانت ضغوطاتي ما راح تحدث عندي خلل في توازني. احنا اتفقنا مع بعض انه التوازن خلاص معروف، انا شخص متوازن، بس يمكن تحصل مشكله او ضغط معين او اتعرض له، فبالتالي انا هنا ما يكون عندي تصالح، على طول يظهر علي الشيء السلبي. لكن التصالح لا، هو زي ما قلت انا قيمه اعلى، مهما كانت الضغوطات كانها تعتبر مهاره نفسيه. كيف يأثر فينا التوازن النفسي؟ يعني ايش اهميه انه انا يكون عندي توازن نفسي؟ ممتاز. التوازن النفسي جدا مهم، لأنه التوازن النفسي حيخليك عارفة تتعاملي مع علاقاتك الاجتماعية بشكل جيد، فيكون عندك إدارة اجتماعية للناس اللي حوالينك. أنت لما ما يكون عندك توازن نفسي أنت ممكن تكون عندك عزلة، أنت لما ما يكون عندك توازن نفسي أنت مستوى الطموح عندك ممكن ينخفض، أنت لما يكون ما عندك توازن نفسي أنت ممكن ما تقدمي شيء جديد أو جيد في بيئة مثلا العمل. فالتوازن النفسي مهم جدا عشان يحقق هذه الامور كلها، انه انت ياثر عليك في بيئه عملك، ياثر عليك في مجتمعك، ياثر على مودك طوال اليوم، فجدا مهم انه يكون عندك توازن نفسي. جميل. يعني هو نقدر نقول عنه اختلال التوازن، صح؟ ايش علاماته وايش ممكن يسبب عشان نوضح اكثر؟ اوكي، لو انه شفنا شخص ما عنده توازن كيف نعرف؟ نعرف أنه أول حاجة يظهر عليه، أهم المظاهر اللي تظهر على الشخص اللي ما عنده توازن نفسي هو القلق. جميل. فنلاقيه شخص دائما قلق، دائما مهموم، مو عارف يرتب حياته بشكل جيد. كمان ممكن يميل إلى المزاج المنخفض، تقدير ذاته يكون منخفض. أوكي. المزاج المنخفض نقول أعراض الاكتئاب. فأنا أبدأ ألاقي عليه شخص أعراض اكتئاب لأنه ما عنده توازن، أفكاره في جهة، مشاعره في جهة، سلوكياته في جهة، فهذا الشيء أسميه خلل، ما في توازن، هنا عنده خلل نفسي.
طيب يعني متخربطة تحسين ومتردد اي يعني صح؟ خصوصا زي ما ذكرت قبل شوي استاذه هناء انه لما يكون في اختلال في واحده من الثالوث اللي ذكرناها اللي هي المعرفه والعاطفه والسلوك بالضبط. طيب ابغى يكون عندي توازن، كيف اساعد او اساعد نفسي اني احصل على توازن نفسي؟ برافو. لما ابغى اوصل لمرحله التوازن او انا ابغى خلاص انا شخص قررت اني اتوازن، كلنا كبشر نتعرض لضغوطات في حياتنا، ما في احد ما يتعرض لضغط. انا لازم اقيم نفسي في هذا الضغط، اعمل قيمه لنفسي. دائما اقول خليك واعي مع نفسك، فجيب ورقه وقلم، انا تعرضت لضغط، انا حاسه اليوم ان انا ماني مضبوط، على طول ورقه وقلم افرغ ايش اللي انا قاعده افكر فيه، ايش الشعور اللي انا قاعده احسه، ايش اللي الحين انا ابغى اسويه كفعل. كتابتي لهذا الامر يخليني في حاله من الوعي والمراقبه، لان انا دائما اقول لما يكون الشعور مختزل داخلك والقلق مختزل داخلك والانفعال، ابغى مثلا اسوي شيء انفعالي، حتلاقي نفسك انه انت طول الوقت في حاله او في جهوزيه للغضب وللانفعال، ورده فعلك ممكن تكون سلبيه. فانت هنا ما تحقق توازن. عدواني ممكن يكون عدائي وممكن يكون انسحابي، يعني طبعا هذه لها علاقه كثير كمان بانماط الشخصيات. فاحنا عشان حديثنا عن التوازن فانا مركزه انه ممكن يجي مني رده فعل سلبيه، سواء كانت رده الفعل بالانسحاب او بالاقبال بشكل سيء، اتفقنا؟ فعشان احقق هذا التوازن، عشان اسوي زي ما قالت مراحل، المرحله الاولى اللي انا اشوفها هي الوعي. انت لازم تعي انت وين، انت ليه كده تفكر، انت ليه كده تشعر، ليش انت تبي تسوي هذا التصرف. فاذا صار عندك وعي تبدا انت تقول طب اوكي خلاص انا عرفت الان. اذا انت تستطيع ان انت تدرك حقيقه او السبب الرئيسي وراء مشكلتك، فانت اشتغل على السبب. ايش السبب ليش انت تبغى تسوي هذا التصرف، اللي هو بعد الوعي الادراك. ليش انت ليه تبي تعمل هذا الشيء؟ كثير ناس ممكن يغيب عندها فقط الادراك، انا ما اعرف ليش ابغى اسوي. فهنا ممكن انا اسال شخص قريب مني، ممكن استعين باحد قريب مني او استعين بمختص، اقول له انا عندي هذا الشعور، عندي هذا السلوك، عندي هذا الفكر، فانا كيف اتجاوز هذه النقطه، كيف اشبع نفسي او ادرك انا ايش قاعد اسوي. بعد مرحله الادراك تيجي مرحله التنفيذ. ابدا خلاص خذ الاشياء او المهارات اللي تساعدك على ان انت تحصل على هذا التوازن النفسي وتصل اليه. صحيح استاذه هناء، ذكرتي ان يعني اكيد رده الفعل دائما يقولون هي اهم من الموقف نفسه. طيب لو يكون مثلا في شخصين في نفس الموقف، لما نعرف ايش التاثير الاكبر على هذا الشخصيه، مثلا اخوان لنفترض صار لهم موقف مره سيء، ايش ردود الفعل اللي المفروض يسويها عشان ما تسوي الاختلال في التوازن النفسي، عشان مثلا ما يجي اكتئاب، عشان ما يختل عنده التوازن النفسي. حلو، يعني مثلا خلينا نقول علشان نوصل الفكره اكثر للمشاهد كمثال، نقول اثنين اخوان دخل مثلا عليهم المعلم او استاذهم ورفع صوته وقال لهم مثلا اللي ما انتهى من واجبه راح يتعاقب مثلا، اتفقنا؟ طيب هذول الاثنين تلقوا نفس الخبره. طيب هنقول نفس الخبره صارت على الاثنين. عاده دائما حنقول دائما النتائج مختلفه لانه طريقه ادراكي للخبره مختلفه. صح. فانا الاخ الاول مثلا نقول احمد ادرك انه هذا المعلم شخص متسلط وراح فعلا يؤذيني وممكن يعاقبني عقاب كبير. تتوقع ايش المشاعر اللي حيعيشها احمد؟ خلاص سلبيه اكيد. مشاعر خوف، قلق، صح، توتر، ممكن حتى ما يعطي الانجاز المطلوب منه بشكل جيد بسبب هذا الخوف والقلق. صح. فهذه النقطه الاولى. بالنسبه للطرف الثاني اللي هو مثلا خلينا نقول سلطان اخوه، لما قال المعلم كذا، سلطان ادرك ان المعلم يبغى نتيجه جيده. فكيف تتوقعوا مشاعر سلطان حتكون؟ ايجابيه. مشاعره حتكون مرتاحه لان فكرته او ادراكه كان مختلف للموقف. فادراكنا لما اختلف بالتالي اختلف عليه رده الفعل، هذا قلق وصار يدور مثلا في الشنطه، والاخر كان هادئ ومتزن وقاعد يسمع الموضوع بشكل جيد ويحاول يفهم من المعلم ايش يبغى. فلاحظنا انه ادراكنا للموقف مره ياثر على توازننا النفسي. طب انت ذكرتي القلق وكمان ذكرتي انماط الشخصيه. خليني اسال بشكل غير مباشر، انماط الشخصيه او شخصيات الاشخاص كيف تأثر على الاتزان النفسي؟ وبشكل عام مين الشخصيات اللي لازم نساعدهم أن يكون عندهم اتزان نفسي؟ ممتاز. أكثر الشخصيات اللي فعلا تحتاج لموضوع التوازن النفسي ونشوفها كثير في العيادة هي الشخصيات القلقة. القلقة. أي.
لأن الشخصية القلقة عادة عندها تضخيم لجميع أمور حياتها، فأي موقف يصير عندها هو أمر كبير وأمر مضخم. عشان كده إحنا هي دائما يمكن أكثر شخصية بحاجة للمساعدة النفسية علشان تعرف تتوازن مع نفسها وتوازن نسبة القلق اللي عندها. طب إذا كان القلق نوع من عفوا بس مثلا في اختبار وأنا أقلق وقت الاختبار ده، أنا من الناس اللي يكون عندي قلق وقت الاختبارات، إيش كيف ممكن وقتها أنا مثلا ما عندي توازن نفسي؟ لا مو شرط إنه ما يكون عندك توازن نفسي، أنا ما أقول ما عندك توازن نفسي، ما عندك مهارة نفسية وتفرق هنا. لأنه إحنا لما حكينا قبل شوي الشخصيات قلت من ضمن الشخصيات شخصية نسميها شخصية القلقة، وهذه أكثر شخصية قلنا بحاجة للعيادة. لكن الإنسان بطبيعته أو القلق بطبيعته هو داء العصر. صحيح. إحنا فشي كثير ممكن نقلق، عندي مناسبة ممكن أقلق، أنا ما رحت الشيء الفلاني بشكل فلاني ممكن أقلق، ما حققت ليفل معين كنت أحلم به ممكن أقلق، جيت في امتحان ممكن أقلق. هذا القلق طبيعي يكون موجود عندنا. جميل. إحنا لما نيجي نبغى نفكر هنا أهم شيء هذا القلق، هي النقطة الأساسية إنه ما تسبب لك معاناة. هذه ما يعني أنت اختبرتي وانت قدرتي تجاوبي بشكل جيد، عندك نسبة قلق عارفة تشتغلي عليها وتتحكمي فيها أثناء الاختبار. أيوة. وجاوبتي وخلصتي وأنجزتي وطلعتي برافو. لا انت ما عرفتي تجاوبي بسبب قلقك، انت ما عرفتي تكتبي ولا حرف، انت مذاكرة مرة كويسة ما عرفتي تجاوبين، قلقك هذا معناه انه قاعد يسبب لك معاناة. هذا شيء هايبر. ليش انت ما عندك مهارة من خلص الاختبارات؟ هو شوفي يمكن يعتمد يا عبير على شخصية الاشخاص زي ما ذكرت هنا، ويعتمد على انه كيف انه انت ممكن تديرين هالحاجة هذه. بس انا خليني اسالك في القلق، يعني معلش بس انا ابغى افهم هذه النقطة، انه اوكي احنا قلقين في هذا الوقت، بس لما مثلا خلصنا المناسبة اللي انت ذكرتيها او خلصنا الاختبار مثلا راح القلق. راح القلق لانه انا رابطة القلق او رابطة مشاعري وإدراكي في هذه اللحظة بهذا الموقف. جميل. ربطته أنه مقلق زي ما سوى سلطان وأحمد، ربطه بالمعلم، أنا قلقت الحين مجرد راح المعلم راح أتقلق معه. جميل. طيب مها عفوا هنا، أنا حاطة شايفة ألوان عندك، عندي فضول أعرف إيش هي فكرة الألوان. نفس فكرة أول نقطة لما حكينا، طبعا أنا قدر الإمكان حاولت أني أجيب ألوان ما فيها تناسق علشان لما أنت تشوفيها فعلا هي تأذي العين. فأي إنسان أنت تشوفيه فعلا عنده هذه المشكلة، إشارة، طب إشارة المرور، أنت فعلا تتأذي. والله إشارة المرور ممكن أحمر، نقول لهم يغيروها يخلونا إياها بينك بحكم أننا صرنا نقود السيارات تبغى بدال الأحمر. طيب عفوا اوكي، بس انا كنت في سؤال يعني خطر على بالي لما كنت جالسه بقرا عن موضوع التوازن النفسي او الصلابه النفسيه، الفرق طبعا ما بينه وما بين الجمود، كان في تقريبا 13 عامل لفتني من ضمن العوامل غير الاستقرار الاسري والصحي والمهني وطبعا اشياء كثير، لكن موضوع تهيئه النفس هذه استوقفتني كثير. يعني فعليا الواحد وقت ما هو يعني يهيئ نفسه لاي احداث طارئه تكون وقعها اقل. بالضبط. عملية التهيئة النفسية أو نقول عوامل اللي تساعدني على التوازن النفسي زي ما قلت كثيرة. نعطي كذا أشياء مختصرة منها. دائما ممارسة حياتي بطريقة جيدة فيها مهارات عالية يساعدني على أن أكون عندي توازن نفسي. أنا لما أهتم بصحتي، أهتم باكتظاظي، أهتم بغذائي، أهتم برياضتي، أهتم بشؤون حياتي، التفاصيل البسيطة هذه راح تحقق لي في النهاية توازن نفسي. صح. أنا راح أضرب مثل على شخصيتين، واحدة مهملة طوال يومها ما عندها أي التزامات أو ما قاعدة تحط لنفسها أشياء تساعدها على إنه يكون في روتينها أشياء نقول فعالة، والأخرى لا، الروتين مليان بأشياء فعالة تساعدها أنها تكون أحسن. الشيء الطبيعي ان نلاقي مزاجين مختلفين خلال اليوم. هذه مزاجها نازل منخفض لانه هي مو قاعده تعمل اي حاجه فمو حاسه بقيمه اي شيء. بينما اللي بيشتغل على عمليه انه هو يملا روتينه الحياتي باشياء ومهارات تضيف له وخبرات تضيف له، قراءه، حضور دورات، برامج، تعليم اشياء كثيره مختلفه هو يهتم بها، راح تلقي انه كل يوم انت بتتعلمي فيه معلومه بيزيد عندك رفع مستوى التوازن النفسي. عشان توصلي للتهيئه النفسيه زي ما قلتي قبل، في ناس عندهم تهيئه سلبيه، مثلا يقول لك انا لازم اكون قبل الموقف هذا جاهز ومستعد وعامل. يعني خلينا نعطي هذه النقطه كأنا اقول شوي ورك شوب كذا في المرحله، انه انا اقول مثلا انا ورايا شيء فلازم استعد. هذه العمليه اللي انت تسويها ما قاعده تحقق لك توازن نفسي. صحيح. فبالتالي انت لما حتروح المكان اللي انت مستعد فيه للقاء او لاي شيء حتلاقي نفسك كثير مرتبك ومتوتر ومو قاعد تعطي النتائج المطلوبه. طيب ليه؟ علشان انت اصلا ما استعديت استعداد جيد، ما تهيئت تهيئه جيده. التهيئه الجيده دائما تيجي من الشيء اللي ناقصني. هذه نقطه مهمه جدا. يعني انا الحين مثلا احس انه انا عندي خفقان مثلا، خلاص زي مثلا موضوع الاختبار،
خلاص عشان نضرب أمثلة على هذه النقطة أو أي شيء، أنا أبغى أتهيأ، عندي مناسبة أبغى أتهيأ لها، عندي شوي خفقان مرتبكة، جسمي مو أوكي، قاعد أتحرك بسرعة، نتعلم تقنية الاسترخاء، وهذه كثيرة موجودة عندنا بالعيادة ويقدروا يرجعوا لها. اليوغا شيء من هذه الأشياء، بس الاسترخاء تقنية نقول أعلى مهارة وشيء أكثر تحكم، أوكي. يعمل كنترول أعلى، وبالتالي مهم إن إحنا نعرفها. فأبدأ أتعلم تمارين الاسترخاء، ممكن أرجع لها مثلا للمختصين وأسألهم كيف أنا أقدر أسترخي. كمان إذا أنا حاسة إنه لا أنا مستوى الثقة عندي منخفض، وهذه عادة تجي، يعني بعض الناس يعتقد إني أنا دائما لازم أكون شخص واثق بنفسي في كل الأوقات، لا، مرات ثقتك هذه تنزل لأي موقف كان، ثقتك نزلت ما انتهت الدنيا، يلا كيف نرجعها؟ طبيعي أن الثقة تمر بحالة ذبذبة. تقدير الذات هنا مرتبطة بتقدير الذات، ما هي تقدير الذات توصلني للثقة. هو شوفي أنا أحس هنا الواحد لما يقدر نفسه ويعيش بسلام وأمان، وهذا ما تصير عنده هالاختلال هذا بالتوازن النفسي والأشياء هذه، ما حلوصل مرحلة الاختلال. أي. بس شوفي الفكرة أنه عادة إيش اللي بيصير، بيصير نوع من الذبذبة في البداية بسيطة. أي. لحدوث موقف ما، تمام، بنفس الموقف لو انا استسلمت لهذا الموقف واعطيته مجال واعطيته مشاعر اكيد راح ينخفض الموضوع زياده، صحيح. لكن لو انا من البدايه وقفت قلت لا، وزي ما قلتي عملت تقدير الذات، قلت لا انا عندي كذا وعندي كذا، بديت اقدر قلت الأشياء اموري الإيجابية قدر ايجابياتي قدرت الموقف واعطيته حجمه الحقيقي، اعطيت نفسي انه لا انا عندي اشياء سويتها وعملتها، فبالتالي هذا الشيء راح يرجع لي ثقتي، خلاص انا كذا تمام. جميل. انا حققت توازن جدد. جميل، يعطيكي الف عافيه. شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. العفو، اهلا وسهلا. انا كمان انبسطت في شرفتكم ولقائكم، شرفتينا. اهلا وسهلا. طيب طبعا قبل ما نختم هالفقره، طبعا زي ما ذكرت ضيفتنا انه لازم نحافظ على المثلث النفسي او المثلث توازن النفسي اللي هو السلوك العاطفه المعرفه. فاصل وراجعين.